اسامه منصور حساني، تكنيسيان بريد تكنولوجي ديجيتال، وعندي ماستر اون فاليزاسيون دي فيتور ريسورس. شاركت في انيشيتيف جندوبه، قدمت على قرض وقبلوني باش نعمل وحده انتاج تاع زيوت طبيعيه، تقطير زيوت وتثمين الموارد النباتيه الموجوده في غابه عين درهم. البروجي اسمه نوفا روما، انستالي في عين درهم. حاليا عندي عامل جديد مع انيشيتيف. المشروع مثل في تقطير زيت الريحان، الكالاتوس، الفلي والسرو، الكليل، ناخذ زيت على القضوم اللي هو معروف برشا نتاع عين درهم. شاركت في معارض مؤخرا عندي في تبرقة، في تونس، قاعة العروض في تونس العاصمة، والحمد لله خطوة بخطوة ماشي المشروع يكبر والحلمة بدأت تكبر بشوية. وعندي زادة مبرمج معناها دي زيدي اخرين باش نطور في المشروع نتاعي، باش نخدم جام جديدة، باش ننوع في البرودكسيون، وهذا هو.